تعرف على طريقة وكيفية تفعيل نص العرض البديل. قم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانيات الوصول، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على عرض النص البديل. بهذه الطريقة نكون قد نكون بتفعيل عرض النص البديل. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.